ضرب أمس زلزالان كبيران أرض المغرب الحبيبة مراكش وما حولها. زلزال عنيف لم يترك حجرا على حجر، وآثاره طالت مبان عمرها آلاف السنين. إنه الزلزال المميت الذي أصاب المغرب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Comme objectif de faire resplendir l'héritage de l'islam. La ilaha illallah. Premier séisme de ma vie. Alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Je sais pas si vous voyez la terre trembler. السلام عليكم. عندما ليست ما قلبون سليم اللي كنت جي عادة كوني حضر بدين بركات مرحبا بكم ومي وجان شيشاوا ايدي من دانوت المزوضة ادويران دولار داز داز اركا كنزيزة تفرز الناس تالفة، الناس خارج الزنقة، الناس خايفة. ما هي الساعة؟ ما هو الزلزال العظيم؟ ما رابت ديور؟ أنا أتكلم عن نفسي، والله شعرت بخوف عظيم، والله أصبت بالرعب، والله أصبت بالرعب. لكن جعلت أستغفر الله وأذكر الله وقمت ركعات بين يدي الله، وما أتاني على لساني إلا قول ربي سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها والناس في الشارع يقولون ما لها وقال الإنسان ما لها. هذا الذي ستقول: أشنو وقع؟ أشنو سار؟ أشنو قال هادو؟ أشنو قال هادو؟ وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذا الظواهر الطبيعية كلها من الله. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد زلزلت المدينة: لئن عادت لا أساكنكم فيها. ولما زلزلت الأرض في عهد عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد. ثم أمرهم بالاستغفار والصدقة. هذا الشيء من عند الله سبحانه وتعالى، كان يتبقعنا فيها زلزال والله تفكرنا حمدناه وشكرناه. خاص الانسان يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويطلب اللطيف، وهذه رعائن دار عطاه لنا الله غير شويه، خاصنا نفيقوا شويه. والحمد لله على كل شيء، اللهم لك الحمد. انت فين كنتي؟ واش كنتي في الكوزينه؟ لا، كنت كنصلي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. كنت كنصلي وبان لي ولد بنتي كيمشي ويجي، وانا داني نيت الكنابي حيت كنصلي على بركه، داني وجابني. قلت شهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم الطف بينا. وانا نغوت في الدروج قلت لهم الجيران هذا راه زنزال، كل شيء خرج، أنت كتشوف الحمد لله. سيدي يا ربي تعينه وتسد الخطر، تنصر على النبي. يا
أم عريسنا ضرب أم عريسنا ضرب الله أكبر ولله الحمد اسكن بك الغضاء وتضوعت اسكن بك الغضاء يا يا رب لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اختم علينا بحسنى يا رب اللهم اختم علينا بحسنى اللهم يا رب تقبلنا من الشهداء اللهم إن قبلت أرواحنا فتقبلنا من الشهداء اللهم تقبلنا من الشهداء أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي I love you Allah رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رمل اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم ضربة زلزال خفيفة أخرجت الناس من عمق النوم ومن شغلهم إلى الشوارع يقفون ماذا يفعلون؟ أيستغفرون؟ أيطلبون الله؟ يفرون من قدرهم إلى قدرهم يفرون من ما كتب عليهم إلى ما كتب عليهم فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ هذا وقت الاستغفار هذا وقت الدعاء هذا وقت الرجاء أنا عن نفسي دعوت الله ورجوت وخفت وأصابني الرعب حقيقة لكنها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا أخي في هذه اللحظة تذكر يوم القيامة يا أخي في هذه اللحظة تذكر موتك يا أخي في هذه اللحظة تذكر لقائك مع الله يا أخي في هذه اللحظة تذكر عندما تفجأك الساعة بزلزلتها كما يقول ربنا في مطلع سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم الله الذي يقول هذا الكلام إن زلزلة الساعة شيء عظيم شيء عظيم هذا ارتداد هذا ارتداد لكنها ذكرى فكيف بزلزلة الساعة وهي الشيء العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها يوم ترونها ربنا يتكلم عن قلوبنا الضعيفة عن نفوسنا المهتزة عن قلوبنا المهترئة هذه القلوب عندما ترى الساعة يوم ترونها اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم الناس الآن خرجوا خايفين قلوبهم متعلقة بالله يا لطيف لطف بنا فيما جرت فيه المقادير اللي كانت عنده الشهيد النعاس هربات اللي كانت عنده الشهيد الماكلة هربات اللي كانت عنده الشهيد ديال الكلام مع أبناء ديالو هربات أشنو كتقول دابا بأفكارك بعلاقتك مع الله ما عندكش علاقة مع الله شنو كتقول دابا أنت خرجتي من الذي ينجيك غير الله تبارك وتعالى اتقوا الله إن زلزلة اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
ولكن عذاب الله شديد. والله إني رأيت الناس سكارى. أنا خرجت دابا للشارع لقيت الناس تالفين، خرجت للشارع لقيت الناس دايخين وما بيهم دخا وما بيهم والو، لقيتهم دايخين تالفين، ما كايناش غير هزة، ارتداد ضعيف، ارتداد بسيط للأرض. الناس تالفة، الناس خارج الزنقة، الناس خايفة. ما هي الساعة؟ ما هو الزلزال العظيم؟ ما رابت ديور؟ أنا أتكلم عن نفسي، والله شعرت بخوف عظيم، والله أصبت بالرعب، والله أصبت بالرعب. لكن جعلت أستغفر الله وأذكر الله وقمت ركعات بين يدي الله، وما أتاني على لساني إلا قول ربي سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها والناس في الشارع يقولون ما لها وقال الإنسان ما لها. هذا الذي ستقول: أشنو وقع؟ أشنو سار؟ أشنو قال هادو؟ أشنو قال هادو؟ وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هي هذه الظواهر الطبيعية كلها من الله، خيرها وشرها كله بلاء للإنسان. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، الناس مفرقين ليروا أعمالهم. أخوتي، راه ماشي المشكلة الزلزال، راه ماشي المشكلة في هذا الارتداد، ماشي مشكلة أنك خرجتي، الموت سيدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة، هذا قدر من الله تبارك وتعالى. وإنما العبرة: سترى أعمالك، سترى صلاتك، سترى زكاتك، سترى صدقتك، سيرى برك، سيرى عفافك، سيرى قرآنك، سيرى قيامك، كله سيرى أمام الناس، كل الناس سترى هذه الأعمال. إذا قامت الساعة وزلزلت الأرض زلزالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. سترى عملك وسيرى الناس عملك. هل لك عمل يسرك أمام الله؟ هل لك عمل يسرك أمام الله؟ هذا الخلع اللي فيك باش فكراتك، هذا الخوف اللي فيك باش فكرك، واش دير باش تلقى سيدي ربي؟ عباد الله، واش ديني باش نلقاو مولانا؟ هذه ساعة التوبة. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تولنا، اللهم إن كتبت علينا شيئا مما قدرته فاجعلنا من المرحومين. يا رب ارحمنا بالمرحوم فينا، يا رب ارحمنا في المرحوم فينا، يا رب تب علينا. هذه الذكرى اللي وقعت اليوم فكر فيها مزيان، وفكر في قلبك، وفكر أخويا شحال أنت ضعيف، وفكر شحال أنت يا ضعيف بزاف، وفكر في جميع المشاكل اللي درتيها والذنوب اللي درتيها، وحطها بين يدي الله تبارك وتعالى، وطلب ربي سبحانه وتعالى يتوب عليك. هذه ساعة التوبة، هذه ساعة المغفرة. وسؤال نسولك الحبيب ديالي، كو كان هذا الزلزال، هذا زلزال مدمر حقيقة، اش غتقول انت؟ واش غتقولي انت؟ واش غادي نديرو حنا؟ واش هاد الاعمال هادي غنلقاو بها مولانا؟ واش هاد الاعمال هادي اللي دايرينها حنايا، واش تصرنا امام الله الى تصرك سعداتك؟ اما انا خايف من مولايا، ونتمنى سبحانه وتعالى يتوب عليا توبة نصوحة. خايف من مولايا، ما دايرينش باش نلقاو مولانا، نتمنهم الله يعفو علينا ويغفر لنا ويتجاوز علينا. هذا الخوف هذا ربطوه بأعمالك، ربطوه بأيامك مع الله، ربطوه بذنوبك، ربطوه بخلواتك. وقف باش تذكر، رجع صلي، قرأ قرآن، ابدأ صلاتك. هذه فرصة لتتوب إلى الله تبارك وتعالى. كلها آيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. شوف الرحيم سبحانه وتعالى ماذا يقول: لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. راجعوا أنفسكم عباد الله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين، من قبل حنيفا، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون.
أقم وجهك للدين حنيفا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. شكون غينقدنا دابا؟ بقاو تفسروا. وهذا حجاج من الصبليون وراه ضرب تما وراه غير هز ارتدادية، فسروا كيف ما بغيتوا، ولكن راه كنا خفنا وكنا جانا الرعب وكنا هزينا كفوفنا للسماء وكنا هزينا عينينا لسيدي ربي سبحانه وتعالى. هذا واقع كل واحد فينا، وظهر الخوف اللي فينا، وظهر التقصير اللي فينا، وظهر العلاء اللي فينا، وظهرنا شحال حنا ضعاف بزاف. شنو قال ربي سبحانه وتعالى؟ يومئذ يصدعون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. راجعوا نفوسكم أخوتي، هذه ذكرى أردت أن أذكر بها نفسي وإياكم. الناس خارجة للزنقة دابا، الناس غي تالفة، الناس غي ضايخة، اللي كيتسال شي حد يعطيه رزقه، اللي ظالم شي واحد يمشي تحلل منه، اللي دار شي ذنب يمشي تحلل منه، اللي دار شي ذنب يتوب منها ويستغفر مولانا. أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، وأكثروا من ذكر الله. هذه الآية كلها ليعود الناس إلى الله تبارك وتعالى، ليتوبوا، ليجددوا العهد مع الله عز وجل. هذه هي الفرصة. محدد القلب هذا باقي خايف، محدد اليدادي باقي تترعد، محدد العرق باقي تتصبب منك، محدد عقلك باقي ما فهمش شنو واقع. نوض بدا صلاتك، نطلب من مولانا يا ربي تغفر لي وتوب عليا. راه هادشي اللي غنديرو، شنو غادي نديرو؟ نبقاو تابعين الاخبار، نبقاو تابعين ها وقع هنا في فاس، هنا وقع في الدار البيضاء، هنا وقع. ايوا ماذا يغني عنك هذا من الله شيئا؟ اشنو استفدتي؟ شنو هي الفائده المرجوه من كل هذا؟ اليس الرجوع الى الله؟ اليس التوبه الى الله؟ الا يصيبنا الله بالخير حتى نتوب، ويصيبنا بالشر حتى نؤوب؟ راه هذه هي الفرصة حتى نرجع إلى الله، هذه الفرصة حتى نتوب إلى الله ونجدد العهد مع ربنا سبحانه، ونتخلص من أدران نفوسنا، ونتخلص من أحقادنا، ونتخلص من غلنا، ونتخلص من غيبتنا، ونتخلص من النميمة. هذه الأمور نتخلص منها اليوم. شنو غنديو معنا؟ شنو غنديو معنا عباد الله؟ كون جاد دابا هذا الزلزال، هذا النيت هو هو، كون جاب ديك القوة النيت والدال خضر واليابس. وها عباد الله، انا دابا وصل الى علمي من قنيطره سلا الدار البيضاء الرباط اكادير حتى اكادير، وصل هادشي كله على الساحل كامل. يكون جد حبو تبن، وكل واحد يتبعت على نيتو. غدا نتوب، بعد غدا نتوب، غدا نتوب، بعد غدا نتوب، الله يتوب علينا، الله يغفر لنا، الله يرحمنا، الله يتوب. ايوا هي الله 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 يتوب علينا. وفينا هو العمل؟ فينا هو العمل؟ من عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. فلانفسهم يمهد، لا يشكي مهد، يمهد الطريق إلى ربه سبحانه وتعالى لعله يقبل منه هذا. راه كنا ذنوب عباد الله، راه كنا ذنوب، كنا آثام، كنا عيوب. هذه هي الفرصة باش نرجع الله عز وجل. بلاص ما تهز التليفون تسول فمك قول يا أمي اسمحي لي، بلاص ما تهز التليفون تسول صاحبك قول له صاحبي اسمح لي لا غدرتك. المسامحة، طلبوا من عباد الله المسامحة. هذه هي الفرصة. احنا نتمنوا ربي يسلمنا، نتمنوا ربي لا يكتب علينا شي مكاتب الشر، نتمنوا ربي سبحانه وتعالى يحفظنا بما حفظ به الذكر الحكيم. ولكن هذه راه الفرصة عباد الله، ما تبقاوش جالسين تالفين. راه ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تبع العيالات خلوا وليداتهم في الدار وخرجوا، وهي ماشي زلزلة الساعة. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. مالكم تالفين؟ مالكم تالفين؟ رجعتي استغفر الله عز وجل، هزيتي التليفون عيط لها عباد الله اسمحوا لي راه الفرصه هذه ما حد الناس قلوبها هشيشه، يقول لك سير الله يسامح، سير الله يغفر لك، سير الله يتجاوز عليك. طلب الناس المسامحه، طلب الناس المسامحه، ما تكبر شيء عليها. هذا الاحساس اللي جاك الان حاول ترجمه، الله يرضي عليك، حاول ترجمه، ما تخليش يمشي خاوي. ما لقيتي كاع ما دير، قرا قران، سمع القران، نوض صلي، ما تبقاوش جالسين في الزنقه عباد الله. فاين تذهبون؟ اين تذهبون؟ تفرون من قدركم الى قدركم. راه الفائده الله عز وجل شنو قال؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بما شاء زلزال خفيف ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
ها اللي مشات بيه المخده وجات، ها اللي مشى بيه السرير وجا. انا يا جالس بحال هكا، انا كيسحب لي التران حدايا، كيسحب لي هو اللي داير هذاك الشيء. حتى شفت انايا التريات تيمشيو ويجيو، انا تمت الزوع، ولكن وقفت وقفه تنقول اش قدمت يا راسي، اش قدمت يا راسي يوم نلقاو رب العالمين. والعباد هاللي جايب صلاته مقبوله، هاللي جايب زكاته مقبوله، هاللي جايب الصدقه مقبوله، هاللي جايب عمل البر مقبول، هاللي جايب الخير مقبول. اش جبت انا وشنو جبتي انت وشنو جبتي انت؟ اشنو جبنا غير الذنوب؟ اكي غنلاقيو هاد علام الغيوب سبحانه وتعالى. الله عز وجل كريم رحيم ودود غفور بر كريم محسن الينا غاية الإحسان، لكنه شديد العقاب، لكنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن أخذه أليم شديد. ومن منا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يقهر نفسه؟ من منا لم يسوف توبته؟ من منا لم يذنب؟ من منا لم يقترف الكبائر؟ أليس هذا الإحساس اللي كتحسوا الآن ديال الخوف؟ ما يستاهلش انك تترجمو، ما يستاهلش انك ترجع لمولانا الان، ما يستاهلش انك تقول ستوب اليوم غنبدا صلاتي، ما يستاهلش اختي تقولي اليوم ستوب اليوم هذا الخوف هذا اللي حسيت به. كيفاش اخويا يوم القيامه؟ كيفاش اخويا يوم الحسره والندامه؟ كيفاش اخويا يوم الصخه؟ كيفاش اخويا يوم الحاقه؟ كيفاش اخويا هذا اليوم العظيم هذا اللي كيوصف رب العالمين الرحيم بانه يوم تذهل المرضعه عما ارضعت؟ كيف بهذا اليوم هذا؟ هذا غير زلزال خفيف، شو كيخفنا وشو كيخرجنا وشو كيدخنا؟ كيفاش بيوم القيامة؟ أخويا أنا نتوب، أخويا من اليوم نبدا صلاتي، من اليوم ما نبقاش نكذب، من اليوم ما نبقاش نهضر في عباد الله، من اليوم أخي ما نبقاش أخي نبخل على وليداتي، من اليوم أخي نأدي الديون ديالي الديون ديال الناس اللي عليهم، من اليوم نبدا نخرج زكاتي، من اليوم أخويا أختي أخويا نبدا نلبس الحجاب ديالي، واللي بغات تكون جات المدة باش غادي ندير؟ كون جات المتعة عباد الله دابا باش غادي ندير؟ اش غادي ندير؟ وريني هاد القوة اللي في العالم تقدر تحبس الزلزال. ها هما قوى كتعرف قتاش غيوقع الزلزال، عرفوا دابا شنو وقع؟ يا تتبلينا بهذا الشيء هذا؟ ما عرف حتى شي قوة، لأن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ها هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط يده بالمغفرة وبالرحمة، هو سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وقفوا الله يرحم الوالدين القائم عن فوتكم. أنا راه هاد الهضرة كنقولها لكم أعظ بها نفسي أولا وأعظكم بها ثانيا. واه تتمر رمضان كيمشي، كتمر المواسير الخير كتمشي، كيمر كذا كيمشي، هادو كلهم ربي سبحانه وتعالى يتودد إلينا. ها هو جا الزلزال وهي خفيف، هذه فرصة باش نتوبوا كاملين عباد الله. ما جيناش بالإحسان تنجيو بالعذاب، كنجيو بالتخويف، كنجيو بالعقاب. يعجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، في السلاسل. إلا ما جابكش أخي، ما جابكش المحبة، أجي أخويا بالخوف، أجي بالخوف. اللي ما يخاف ما يحشم، اللي ما يخاف ما يحشم. ومن أمن العقوبة أساء الأدب، وحنا أمننا العقوبة وحنا ما كنحشموش وجينا بالخوف، الخوف هو اللي خرجنا للزنقة. ايوا اخويا هذا الخوف هذا يعطي الثمره ديالو اخي، والله خير كبيه ما قادين يهزوني، والله العظيم الا ركبيه ما قادين يهزوني. علاش؟ لاني تذكرت المعاصي ديالي، تذكرت الذنوب ديالي، تذكرت السيئات ديالي. ما عندي باش نقلط صراحه. نعوذ بالله أن نقول كلاما ويعلم الله عز وجل خلافه منا، لكن هذه الحقيقة. والله الله الذي لا رب سواه، إن لم تجدونا في الجنة فاسألوا الله أن يرحمنا برحمته. حقيقة الإنسان لا يجد في قلبه ما يدفع به عذاب الله إن أتاه، يقول أنا أستحق أن يعذبني الله، أستحق الله عز وجل أن يرميني في النار ولا يبالي، لأنه تقرب إلينا بالنعم وبالخير، أعطانا الأولاد، كل ما سألناه سبحانه وتعالى يسره لنا ورحمنا
وأكرمنا ونشهد أنه الكريم، نشهد أنه الكريم، نشهد أنه المحسن، نشهد أنه الحنان، نشهد أنه المنان، نشهد أنه سبحانه وتعالى رحيم، رحيم سبحانه وتعالى بعباده. نشهد بهذا، نشهد به يا ربنا، نشهد بأنك كريم رحيم ودود حنان غفور بر محسن مقيت، نشهد بهذا. اللهم أريتنا يا رب، اللهم أريتنا غضبك فأرنا رحمتك، اللهم أريتنا غضبك فأرنا رحمتك، اللهم أريتنا غضبك فأرنا رحمتك. اللهم يا رب إن يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لنا. الله الواحد لا يدري ما الذي يقوله، لو وزن العبد حسناته مع سيئاته لخرج خاسرا في هذا الزمن المليء بالفتن، في هذا الزمن المليء بالفتن. ولا يسعنا إلا أن نقول اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك، كل من آذاني، كل من سبني، كل من شتمني، كل من ظلمني علمت هذا، كل من اغتابني علمت هذا أو جهلته. اللهم يا ربنا فاجعله في حل، فاجعله في حل، واغفر له وأحسن إليه وارحمه. يا رب من ظلمته ومن اغتبته، فأسألك يا رب أن تلقي في قلبه العفو عني، أسألك يا رب أن تلقي في قلوبهم العفو عني، كل من ظلمتهم، كل من اغتبتهم، فأسألك يا رب أن تلقي في قلوبهم العفو عني. هذا هو الدعاء الذي نردده، لعل الله يرحمنا، لعل الله يرحمنا سبحانه وتعالى. اللطيف سبحانه وتعالى هو الذي لا تأخذه الجناية بترك العناية، اللطيف هو الذي لا تأخذه الجناية بترك العناية، هذا رحيم ولطيف بنا سبحانه وتعالى، ولطفه في قدره أن يخوفنا ثم لا يكسرنا، لطفه في خوفه أن يخوفنا ثم لا يكسرنا، كما قال سبحانه وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عدنا يا رب، تبنا يا رب، فاقبلنا يا رب، ولا تبتلنا بما لا طاقة لنا به، ولا تبتلنا بما لا طاقة لنا به. أنا أعتذر منكم يا إخوتي، لا أستطيع أن أكمل هذا البث، ولكن أتمنى يا إخوتي بارك الله فيكم أن تراجعوا أنفسكم وتستغفروا الله وتتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وتحيط صلة الرحم مع أبنائكم اللي مضارب مع الزوجة ديالو يصلح مع الزوجة ديالو. لكن غير الأخيرة صاحبي، مالك على هذه القسوة هذه، مالك على هذه القسوة هذه مع راجلك، مالك على هذه القسوة هذه مع راجلك، أكل متي دابا أش غدي معاك، مالك أصاحبي مزير على راسك ومزير على ولادك. توبوا إلى الله عز وجل وتسامحوا، الدنيا فايتة وهادشي به يغفر الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض، ارحم الزوجة ديالك، ارحم الأبناء ديالك، ارحم صاحبك، ارحم خوك، صحي معاه الصلة، حي معاه العد، وتوب إلى الله تبارك وتعالى، وما تخليش العبرة هذه تدوز بحال كاع اللي كدوز كاع على كاع البشر، ما تعملش ليها، ما يتحركش ليها قلبك، ما يكونش ليها أثر، ما تكونش ليها ثمرة. والله اغفر لنا جميعا، والله توب علينا جميعا، وكل من أقبل على الله مهما كان ذنبه، مهما كان جرمه، حتى والله لو كنت ملحدا وسببت ربك ودينك وتهكمت والآن تريد أن تتوب، لا يحول بينك وبين التوبة أحد، لا يحول بينك وبين التوبة أحد. توب إلى الله وارجع إلى الله وستجد الله غفورا رحيما. على الأقل هذا الذي خوفك أتيت بخوف منه سبحانه وتعالى سيفتح لك بابك، لعله يكون آخر عمل نعمله. أسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يبصرنا بعيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستغفره فيا فوز المستغفرين. اللهم يا رب احفظ بلادنا، واحفظ يا ربي إخوتنا من كل سوء ومكروه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتجاوز عنا وتوب علينا لنتوب إليك، وارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، واغفر لإخواننا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولكل من له حق علينا ولوالدينا، إنك بكل شيء كل شيء كفير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو.
ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.